عفوا الشعيب، نادي الشعيب يمثله اللاعب اللي هو الروستر الثاني اللي هو الإبرة، إبراهيم أعتقد أنه واحد من اللاعبين اللي راح يكون له بصمة وكلمة في الميجر الثاني. عبدالله بالفعل نتكلم عن لاعبين خلنا نقول عندهم يعني مستقبل كبير حقيقة. نتكلم عن عبد الله ممثل رضوى وكذلك إبراهيم المزاعل لاعب الشعيب، كلاهما عندهم من الإمكانيات الكبيرة والمستوى المميز حقيقة. نتكلم عن صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثامن، ممكن الشعيب وضعه يعني خلنا نقول مطمئن بعكس رضوى اللي ممكن يفقد فرصة التأهل. زميلي خالد، بكل تأكيد الضغط اللي يحس فيه لاعب نادي رضوى أعتقد أو رضوى أعتقد إن المحاولة لعبد الله لورس تسجيل هدفا شرفيا، ولكن ينتهي اللقاء بتقدم أو بفوز الشعيب بخمسة أهداف مقابل لا شيء، فرق أو مباراة فارق كبير حقيقة في المستوى تعبر عن هذه النتيجة. ألف مبروك لإبرا لنادي الشعيب وهارد لك لعبد الله ولنادي رضوى، معوض إن شاء الله في القادم عبد الله وإن شاء الله يستفيد من أخطاءه والمشاكل اللي حصلت له في هذا اللقاء. زميلي خالد، صحيح المباراة كانت بصراحة من طرف واحد من ناحية أهداف، جميع الأهداف اللي نشوفها حاليا راح تكون فقط لنادي الشعيب وبطرق مختلفة. شفنا الشيء المتشارك ما بين كل هذه الأهداف تقريبا حتى الآن عبد الله هو أنه دائما وأبدا يحاول أنه يخش من الأطراف باستثناء هذا الهدف اللي استغل فيه تواجد هالاند في المكان المناسب، عرضية أو كرة عالية من خلالها قدر ينزلها للظاهرة، بعد ما نزل للظاهرة خلاص المرمى قدام الظاهرة، فبكل تأكيد أنه تسجيل الهدف أعتقد أنه يكون سهل دائما. ألف مبروك للشعيب، أعتقد أنه تأهل بشكل شبه رسمي خلنا نقول. رضوى بوضع صعب بحدة ب 15 نقطة في المركز الأخير، في مفاجآت في أشياء مختلفة بصراحة عبد الله، زي ما ذكرنا المباراة مؤثرة كانت بالنسبة لرضوى. حاليا رضوى بداية هذا اليوم كان في المركز الثامن، الآن رجع للمركز التاسع، شفنا الشباب أو عفوا الشعيب تقريبا ضمن بعد هذه بشكل رسمي، أعتقد أنه بشكل رسمي بحكم أنه الفارق يعتبر 21 نقطة، لو فاز صاحب المركز الثامن بكل مبارياته وانهزم صاحب المركز الأول بكل مبارياته راح يكون يعني ما راح يقدر يوصل نادي الشعيب. فنادي الشعيب أعتقد أنه نقدر نبارك له بشكل رسمي تأهله للميجر. بالفعل ومع مرور الأيام في هذه البطولة تبدأ الملامح تتضح كذلك.